طبعا انتوا عارفين في برنامج جدعان احنا 24 ساعة على الطرق بنسافر عشان ندور على الجدعان. اللي حصل ان احنا دخلنا واحدة من البنزينات كنا محتاج فلوس، احنا الفريق حوالي 7 اكيد محتاجين فلوس ناكل نشرب نشتري حاجة. الناس اقترحت علينا خدمة ممتازة جدا، انا اعرف انها موجودة لكن ما توقعتش انها بالانتشار ده، الخدمة اللي هي كاش اواي بتاعت البنك الاهلي. بنقدر مجرد ما تطلع الكارت بتاع البنك الاهلي بتاع حسابك ان انت تاخد الفلوس اللي انت عايزها وتحددها في اطار الحدود اللي محددها البنك المركزي المصري. خدمة سهلة جدا، انا شايفها خدمة مناسبة لاصحاب المعاشات، للناس اللي مش عايزة زحمة، الناس اللي مش فاضية تروح بنوك، الناس اللي ممكن تتصدم ان المكان الاي تي ام فاضي، وده بيحصل كتير جدا في البنزينات. المهم ان الخدمة موجودة في حوالي 150 او 200 بنزين على مستوى الجمهورية، كلها خدمة الكاش اواي، واعتقد انها احدى خدمات الشمول المالي، واحدة من الخدمات المهمة جدا اللي عاملها البنك المركزي. دلوقتي انا مع استاذ احمد محمد هنا، الراجل ده هو المحاسب ومدير المحطه، صح كده؟ فهمنا الكاش اواي وازاي انها سهله قوي كده ان انا اقدر اخد من حضرتك فلوس. حضرتك بتديني الكارت الخاص بيك بالبنك الاهلي، بتسحب مفيش اي مشكله المبلغ اللي بيحدده البنك المركزي، وبتاخد المعامله سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. حضرتك بتاخد اي عموله؟ لا مفيش اي عموله مننا، لا خالص، يعني المكان اللي انت بتسحب منه لا عايز 2000 هاخد 2000. ال2000 بتاخدهم زي ما هم. دي بدات من امتى عندكم؟ يعني مثلا بقى لها شهرين 3 كده. شهرين 3 شغاله زي الفل. تمام. في اقبال عليها، الناس عارفاها؟ بجد فعلا موجودة. يعني الناس تيجي بتقول لك اتفضل الكارت بتاعي اي وقت بقى، 24 ساعه شغال. موجوده تمام 24 ساعه، مفيش حاجه اسمها لغايه الساعه 2 اصل البنك قافل اصل الاي تي ام فاضي. لا. هل مرتبطه بان انت لازم يكون المكنه دي او البي او اس فيها فلوس، ولا مرتبطه بان الكاش اللي موجود في المحطه؟ لا عادي، مفيش مشكله بالكاش الموجود معانا، يعني واقدر اسحب اللي انا عايزه. نقدر نعملها دلوقتي؟ مفيش اي مشكله، اللي حضرتك عايزه. يا جماعه كارت البنك الاهلي اهو، اتفضل. انا عايز 2000، ما تزودش. اضرب البسكوت بتاعي. يا عيني، بس كده؟ بس كده كده خلاص اسحب الكارت بتاعي؟ تمام. خدمات حلوة، الشمول المالي وإن الحاجات تبقى سهلة وبسيطة، والمعاملات المالية تبقى سهلة وبسيطة، وإن احنا نخف على الناس، مفيش زحمة بنوك، مفيش زحمة على مكان الـ ATM، مفيش زحمة لأصحاب المعاشات. الواحد بيصعب عليه الناس دي واقفة بالطوابير عشان تاخد معاشها، النهارده يقدر يروح بنزينة، تخيلوا يمشي على بنزينة يقول له لو سمحت هات الكارت بتاعي بتاع المعاش، اديني الخدمة بتاعتك. أتمنى كل البنوك تطبق الخدمة دي، خدمة الكاش اواي اللي بدأ بيها البنك الأهلي. البنك الأهلي اللي هو أنا بعتبره بنك أهل مصر والبنك الوطني الأول في مصر، البنك الأهلي المصري. خلي بال حضراتكم، خدمة كاش اواي أطلقها البنك الأهلي المصري من حوالي 6 شهور كواحدة من أهم الاستراتيجيات المهمة لدعم الشمول المالي في الدولة، وممكن استخدامها من خلال أي بطاقة من بطاقات البنوك مش بطاقة البنك الأهلي المصري بس. وبالمناسبة الخدمة دي بتشارك فيها كل محطات إمارات مصر وطاقة وغاز تك ومصر للبترول وبترومين وكار جاز والتعاون للبترول، وكمان سلاسل تجارية كبيرة زي المنشاوي ماركت، أوسكار جراند ماركت، الحبيب ماركت، وزهران ماركت، وهايبر ون، وخير زمان، ومترو ماركت. وطبعاً الخدمة متاحة 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة، وحتى في أيام العطلات والأجازات الرسمية. قريب جداً هنقابل الجدعان في البنك الأهلي المصري اللي أطلقوا خدمة الكاش اواي لأهل مصر، بجد عبقرية.